بالمرتبة العاشرة عنا لعبة Uncharted 2 Fortune Edition. طبعاً سلسلة ألعاب Uncharted تعتبر من أفضل ألعاب المغامرات في العالم، وأظن معظمكم لعبها أو على الأقل سمع فيها. المهم لعبة Uncharted 2 نزلت عام 2009، ووقتها شركة سوني سوت giveaway عالمي على 200 نسخة خاصة للعبة، واللي هي نسخة الفورشن إديشن، وفقط 200 شخص بالعالم ربحوا بنسخة الفورشن إديشن. والنسخة كانت جدا رهيبة، بيجي معها كتير أشياء اللعبة، بس أهم شيء هو هالقطعة اللي شايفينها قدامكم. هالقطعة اسمها فوربا، بتشوفها جوا اللعبة وإلها دور جدا مهم بقصة اللعبة. فبالنسخة الخاصة عندك نفس هالقطعة بس بالحقيقة مثل ما شايفين. فمئتين شخص فقط بالعالم عندهم هالنسخة الخاصة، من أصل 6.5 مليون شخص اشترى اللعبة. فمن المئتين شخص في بعضهم قرر يحتفظ فيها للذكرى أو يحب اللعبة، وفي بعضهم قرر يبيعها. وأرخص نسخة باعت على موقع إيباي كانت $7,000 تقريبا، وحاليا معروضة للبيع $25,000. فالمئتين شخص اللي ربحوا هالنسخة الخاصة عندهم ثروة جدا كبيرة الحين. في المرتبة التاسعة من أغلى الألعاب بالتاريخ عنا لعبة Train Simulator أو محاكي قيادة القطار. ألعاب المحاكاة انتشرت بشكل جدا كبير بآخر فترة، أشهرها لعبة محاكي الطيران أو Flight Simulator من مايكروسوفت، بس في كتير ألعاب تانية نفس محاكي سواق الشاحنة، محاكي التاكسي، في محاكي المزارع، في حتى محاكي المعزة لعبة Goat Simulator. فالمهم عنا لعبة Train Simulator أو محاكي سائق القطار مثلها مثل باقي ألعاب المحاكاة، وسعر اللعبة رخيص ما يعتبر غالي، يلي هو $20، بس رح يجي باللعبة قطار واحد وسكة واحدة عشان تلعب فيها، وإذا ودك أي قطار أو سكة ثانية فلازم تشتريها. وإذا بتشيك على صفحة اللعبة على متجر ستيم رح تلاقي فيه فوق 650 قطار وسكة تقدر تشتريهم. ومتجر ستيم على البي سي بيطلع لك دائما سعر اللعبة لوحدها، وبيطلع لك سعر اللعبة مع جميع الإضافات. ولعبة Train Simulator مع جميع الإضافات سعرها تقريباً $10,000، وبالتالي هي بتكون أغلى لعبة بالتاريخ على منصة ستيم على البي سي. فإذا كنت تعشق ركوب القطار وتبي تجرب جميع أنواع القطارات والسكك ومعك $10,000، فاللعبة موجودة حاليا وتقدر تشتريها. بالمرتبة الثامنة عنا لعبة جاما أتاك اللي نزلت على جهاز الأتاري عام 1983، أي من 39 سنة تقريبا. إيه مثل ما شايفين هذه اللعبة شكلها جدا سيء، حتى كان في ألعاب بهذاك الوقت عام 1983 وشكلها أفضل من كذا بكتير. فوقتها اللعبة فشلت وما باعت، فالشركة قررت سحبها من السوق وتوقيف إنتاجها. فاللعبة تعتبر جدا جدا محدودة لأنها نزلت من 39 سنة، وعدد جدا محدود من اللعبة تم بيعه. بس في شخص بعام 2008 كان من هواة تجميع الألعاب القديمة، لقى نسخة من هاللعبة بمحل ألعاب وكان عم يبيعها بسعر جدا قليل $37، وهذا الشخص يعرف أنه سعر اللعبة أغلى من كذا بكتير، فاشترى اللعبة وبعدين دور على النت وتأكد أنه بيده نسخة الوحيدة للعبة بالعالم، فراح وعرضها للبيع بسعر $500,000. طبعا تحمس شوي الأخ، صحيح انه اللعبة نادرة بس اللعبة سيئة وما كانت مشهورة، يعني لو كانت لعبة سوبر ماريو القديمة كان ممكن جيب لها السعر. فالمهم ظل ينزل بالسعر لحديت ما باعها بسعر $14,000. صحيح انه مو نص مليون، بس يعني اشتراها ب $34 وباعها ب $14,000. بالمرتبة السابعة عنا أحد أشهر الألعاب بالتاريخ، لعبة Air Raid اللي نزلت عام 1982. أوكي
أدري في حد راح يسأل ويقول بشار كيف أشهر لعبة بالتاريخ؟ بحياتي ما سمعت فيها، صح؟ معك حق، وأنا بحياتي ما سمعت فيها قبل هالفيديو، بس شوف الجيم بلاي، شوف نظام اللعب، واللي هو إنك تتحكم بالطيارة لازم تصيب فيها أهداف وفي طلق بيجي عليك لازم تتفاداه. متأكد 100% إنك شفت نفس نظام اللعب قبل كذا، سواء على البلاي ستيشن من زمان أو حتى لعبة موبايل. فلعبة اير ريد على الأتاري هي أول لعبة بالتاريخ بتسوي نظام اللعب هذا. المهم في شخص في أمريكا اسمه هارث بانت كان يبي ينقل على بيت جديد، وقاعد يلم الأغراض من بيته القديم، لقى نسخة للعبة اير ريد من عام 1982 غير مفتوحة، فراح ودور على النت ولقى أنه هو الوحيد بالعالم اللي عنده نسخة من اللعبة غير مفتوحة، وحطها على مزاد على موقع اي باي وباعها بسعر 31,000 دولار تقريبا. والبائع قال انه هو ما اشترى اللعبة اصلا، كان يشتغل بمحل العاب عام 1985 وكان عندهم نسخة واحدة من لعبة اير ريد وما كان حد قاعد يشتريها، فصاحب المحل قال لهارف خد هاللعبة الك، تبي تكبها بالزبالة تهديها سوي فيها اللي تبي. وهارف اخذها وما فتحها ولا لعبها ولا كانت اللعبة بباله أصلا، وبعد 30 سنة اكتشف أن اللعبة تساوي ثروة كبيرة وباعها بعام 2012 وكسب 31,000 دولار. في المرتبة السادسة عنا لعبة السيارات الواقعية جريت 2. النسخة الخاصة للعبة باسم جريت 2 مونو إديشن بيعطوك معها نسخة من اللعبة وجهاز بلاي ستيشن وسيارة مونو السريعة جدا مقابل 190,000 دولار فقط. طبعا للتوضيح قلت انه بيجي معاها سيارة مونو السريعة جدا، وكان قصدي سيارة حقيقية مو سيارة جوا اللعبة. راح يعطوك سيارة مونو فورميلا 1 اللي موجودة جوا اللعبة بس على الحقيقة، ايه راح تاخد سيارة حقيقية مع النسخة الخاصة للعبة، والسيارة سريعة جدا سرعتها تساوي 280 حصان. ومع السيارة راح يعطوك بدلة سباق محترفة عشان تستعملها بس تسوق السيارة. وتم بيع هالنسخة الخاصة بأقل من شهر من نزول اللعبة، ايه بأقل من شهر في شخص اشترى هالنسخة الخاصة ودفع 190,000 دولار. بالمرتبة الخامسة عنا لعبة الزومبي الغنية عن التعريف Dying Light. لعبة Dying Light تعتبر من أقوى وأشهر ألعاب الزومبي اللي نزلت بآخر كم سنة، واللعبة تتميز بعالمها المفتوح وبنظام الحركة السريع جدا. المهم لعبة Dying Light بس نزلت كان لها عدة نسخ، مثلها مثل معظم الألعاب، في النسخة العادية ب$60، النسخة الخاصة $100، ونسخة الكوليكتر $300. بس الشيء اللي مو طبيعي هو إنه كان في نسخة زيادة اسمها My Apocalypse Edition وسعر سعرها 250,000 يورو أو ما يساوي 385,000 دولار. هالنسخة بيجي فيها 4 شرايط للعبة موقعة من مطورين اللعبة نفسهم، سماعتين ألعاب، مجسم زومبي جدا ضخم، نظارات رؤية ليلية، دعوة إلى حفل إطلاق اللعبة مع المطورين، وبيجي معها دروس خصوصية مع مدرب لياقة بيعلمك على الباركور والحركة السريعة عشان لو صار في زومبي بالحقيقة تعرف تهرب منهم. غير كذا رح يصمموا زومبي جوا اللعبة بوجهك واسمك، وأخيرا وأهم شيء رح يجي معاها بيت أو ملجأ مكتوب باسمك، وهذا الملجأ مصمم بالتفصيل عشان يحميك من هجوم الزومبي، يعني لو صار في هجوم زومبي بالحقيقة فينك تروح عليه وتقعد جواه بأمان. يعني حرفيا رح تاخد بيت أو ملجأ كامل مع النسخة الخاصة للعبة، وكل الأشياء الثانية اللي ذكرتها من شوي مقابل 385,000 دولار. بالمرتبة الرابعة عنا لعبة The Legend of Zelda الأولى اللي نزلت عام 1986، أي من 36 سنة تقريبا. لعبة
لعبة The Legend of Zelda تعتبر من أضخم وأشهر الألعاب بالعالم ومستمرة إلى يومنا الحالي. آخر جزء نزل هو The Legend of Zelda Breath of the Wild، ممكن هنا بالعالم العربي مو كتير مشهورة، بس برا جدا جدا معروفة ومشهورة اللعبة. فالمهم في شخص مجهول ما أفصح عن نفسه لقى أنه عنده لعبة The Legend of Zelda الأولى اللي نزلت عام 1986 بالغلاف الرسمي غير مفتوح، وهو الوحيد بالعالم اللي عنده نسخة غير مفتوحة من اللعبة، نفس وضع الشخص اللي عنده لعبة Air Raid وGamma Attack. فهذا الشخص راح وعرض اللعبة بمزاد وظل يزيد سعر اللعبة ويزيد ويزيد لحديت ما اشتراها شخص ب 870,000 دولار. متخيلين شخص اشترى اللعبة عام 1986 بسعر ما بتجاوز ال10 دولار وحاليا باعها ب 860,000. بالمرتبة الثالثة عنا اللعبة المجنونة Saints Row 4. لعبة Saints Row جدا شبيهة بألعاب GTA أو حرامي السيارات، اللي هو عالم مفتوح فينك تسرق أي سيارة وتروح أي مكان، بس قصة اللعبة خيالية وجدا غريبة ومضحكة على عكس GTA. المهم الجزء الرابع للعبة Saints Row نزلوا له نسخة خاصة أو Limited Edition باسم The Million Dollar Pack Edition، وأظن عرفتوا كم سعر النسخة من الاسم، سعر هو 1,000,000 دولار. بس الأشياء اللي بتجي مع هالنسخة مقابل 1,000,000 دولار جدا مجنون. اولا راح تاخذ نسخة خاصة من لعبة Saints Row موقعة من كل المطورين، وراح تاخذ حجز مدة اسبوع باحد افخم الفنادق بامريكا وحجز مدة اسبوع بفندق برج العرب بدبي، وراح تاخذ سيارة لامبورغيني جالاردو وسيارة تويوتا، مع ان عندك لامبورغيني مدري ليش راح تحتاج التويوتا، وراح تاخذ عملية تجميل او بلاستيك سيرجري لاي شيء في جسمك، وحارس بودي جارد خاص فيك مدة سنة، وراح تاخذ دروس كيف تصير جاسوس محترف، وراح تاخذ غيرها كثير اشياء موجودة على الشاشة قدامكم حاليا. بس اهم شيء راح تاخذها مع النسخة الخاصة للعبة هو رحلة سياحية الى الفضاء. يب مثل ما سمعتوا بالفترة الأخيرة كثير دارج الرحلات السياحية إلى الفضاء، وشفنا كثير أغنياء ورجال أعمال في أمريكا سافروا إلى الفضاء كرحلة سياحية، فهالنسخة الخاصة من اللعبة تعطيك رحلة سياحية إلى الفضاء مجانا. بالمرتبة الثانية معظم الناس اللي ما لهم في ألعاب الفيديو، يعني ما يلعبوا ولا يعرفوا إيش عن الألعاب، معظم هالناس بس تذكر قدامهم ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز أول شيء رح يجي عبالهم هي لعبة سوبر ماريو. لأنها من أشهر وأقدم الألعاب بالتاريخ، ومن أحد أفضل الألعاب بهالسلسلة هي لعبة سوبر ماريو 64 اللي نزلت عام 1996، أي من 25 سنة تقريبا. المهم في شخص في أمريكا في مدينة نيويورك اشترى اللعبة أول ما نزلت عام 1996 وما فتح اللعبة إلى الآن، لسه اللعبة موجودة عنده بالغلاف الرسمي، وهي النسخة الوحيدة بالعالم للعبة سوبر ماريو 64 الغير مفتوحة، يعني نفس وضع لعبة زلدا وجاما أتاك وإير ريد، بس هنا عم نتكلم على لعبة سوبر ماريو أكثر لعبة مشهورة بالعالم. فالمهم هذا الشخص من 4 شهور أي شهر 7 هالسنة قرر أنه يبيع اللعبة وعرضها بمزاد علني، وإجوا كثير ناس على المزاد بدهم يشتروا اللعبة، ناس من هواة تجميع الأشياء والألعاب القديمة، وكل شوي يرفعوا السعر على بعض بالمزاد لحديت ما جاء شخص ودفع 1,500,000 دولار أمريكي. فهذا الشخص اللي باع اللعبة جدا محظوظ، ممكن وقتها عام 1996 اشترى اللعبة ونسي يفتحها، وبعد 25 سنة باعها وصار مليونير. بالمرتبة الأولى عنا لعبة Dying Light، نفسها اللي بالمرتبة الخامسة اللي النسخة الخاصة تبعها بيجي معاها بيت وكان سعرها 385,000 دولار. هديك النسخة غالية بس مو أغلى نسخة للعبة Dying Light، بل أغلى نسخة للعبة هي Dying Light Spotlight Edition وسعرها 10,000,000 دولار. هاي النسخة
بيجي معها معظم الأشياء بالنسخة اللي قبلها، 4 نسخ من اللعبة، دروس باركور أو لياقة، بيحطوا شخصيتك جوا اللعبة كزومبي، بس بيجي معها شوية أشياء زيادة بتبرر سعر 10 مليون دولار، مثل راح يكون في شخصية ثانية باللعبة باسمك وبصوتك غير الزومبي، وراح يعطوك دروس قيادة السيارات الكبيرة بحال احتجتها إذا صار في زومبي بالحقيقة. وأهم شيء والسبب الرئيسي إنه سعر النسخة 10 مليون دولار هو إن رح يكون إلك دور رئيسي بفيلم داينج لايت القادم. الشركة ناويين يسووا فيلم ضخم للعبة، ولو اشتريت هالنسخة رح يكون إلك دور رئيسي بالفيلم، رح تمثل بالفيلم نفسه، وحتى لو ما كنت تعرف تمثل رح يعطوك دروس مع ممثل مشهور يعلمك كيف تمثل. والفيلم ما رح يكون تسليكي وشغل أي كلام، لا، الشركة اللي مسوية اللعبة هي وارنر بروز، اللي عندهم أفلام جدا ضخمة نفس عالم دي سي، سوبرمان، باتمان، أفلام هاري بوتر وغيرها كتير من الأفلام. فأي إذا معك 10 مليون دولار وودك تصير ممثل أو بطل بفيلم مشهور، فاشتري نسخة داينج لايت سبوتلايت إديشن، مع أني أظن ما حد اشتراها، اللعبة صار لها نازلة 5 سنوات وإلى الآن ما شفنا الفيلم.